اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. النهارده هنعمل مكرونه بني بالسجق، السجق الشرقي بتاعنا الجميل قوي ده. اوكي، هناخد السجق زي ما احنا بنشتريه كده جميل، طبعا في منه حار في منه انا بحبه حار، هناخده حار. وهناخد كده اهو مثلا، اوكي، ونقطعهم في بتلو وفي بقري، يعني انا افضل البقري طعمه احلى من البتلو، يعني في طعم ازيد. اوكي، هنقطعه كده. و في سجق نوع تاني بيسموه اسكندراني، هو صعب تلاقيه، يعني بتلاقيهوش كتير، يعني بيبقى سجق تخين معمول من الامعاء التخينه فبيبقى تخين وبيتعلق فبيبقى ناشف، فبيتباعش كده، يعني بيبقى بيعملوه بيعلقوه لغايه ما ينشف ويبيعوه ناشف. ده بتلاقيه في اسكندريه مشهور، عشان كده اسمه سجق اسكندراني، بتلاقيه في بورسعيد، وفي الغالب بنقشره لما بنيجي نعمله بنقشره. ده مش محتاج يتقشر، بنقطعه كده ونعمله. خلينا ناخد دي كده، اوكي، الطاسه بتاعتنا جاهزه، نحط فيها شويه زيت صغيرين، زيت نباتي عادي صغيرين مش كتير قوي، لايك معلقه كبيره مثلا كده اهو، اوكي. وبعدين بصوا بقى، انا معايا سجق، معايا توم، ومعايا بصل، ومعايا فلفل الوان، ومعايا طماطم. انا معايا حطيت دلوقتي الزيت على النار. طيب هحط اول حاجه السجق، بس الزيت يحمى شويه، هحط اول حاجه السجق لاني مش عايز لا التوم يتحرق او يلون ولا عايز البصل يلون، فاول حاجه هحطها السجق. خلاص، لما السجق بقى يبتدي يكش كده ويلف من الجناب، احس انه بدا هيخش في مراحل السوى، احط له بقيه الانجريدينتس بتاعتي. اكون انا جاهز، نغير البلانشة بتاعتنا، البلانشة نظيفة، وناخد سكينة عشان نظبط التوم، اوكي كده. اوكي، شوفوا بقى، هتلاحظوا انه اللحمه نفسها بدات يقفل عليها السجق، واللحمه بدات تطلع من بره شويه، يبقى كده بدات تخش في مراحل انها هتتسوى. اوكي جميل، هنا بقى انزل بالثوم بتاعي الاول، لفتين لفتين، مش عايز التوم يلون، يعني اللون اللي هياخده لون السجق لكن مش لون ان هو مستوي او تحمر، يعني مش عايزه يتحمر، عايز ريحته فيه. لا شويه رايح يعني في رمضان حاجه صعب. اوكي خليك معايا يا استاذ. اوكي، انزل البصل، كفايه. اوكي،
طيب نحط البصل بتاعنا. يعني لما حاجة جميلة جدا، الروايح دي مؤلمة في رمضان يا جماعة على فكرة يعني. طيب هنحط له سنة زبدة للطعم، اوكي؟ يعني مش محتاجها لحاجة غير ان انا اخد منها طعمها بس. فيعني ناخد واحدة كده، وبعدين اذا احتاجنا تاني نحط واحد تاني. اوكي. البصل بصوا، بما اني انا هقدمه مع مكرونة يعني كصوص مع المكرونة، بخلي البصل ناعم، اوكي؟ والثوم برضو يعني يبقى باين في الاكل بس يبقى برضو ايه؟ ناعم. انما لو انا هقدمه لايك ساندوتشات مثلا او كده، لا هخلي البصل ترانشات. اوكي؟ ده المفروض كده مثلا نقول ايه؟ نقول هيقعد كده على النار حاجه بتاعت مثلا 13 دقيقة. احط له ده يستوي معاه بقى. يعني دي اللي هي الطماطم اللي هتعمل لي الصوص ده كله يستوي معاها بقى. واخر حاجة احطها الفلفل، علشان برضو دايما اقول مش عايز الفلفل لونه يبوظ، عايزه صاحي. اوكي؟ خليه قدامي كده عشان هيتحط قريبا قريبا، اخر حاجة على اخر لفة كده وبعدين اشيله. لما الطماطم تبتدي انها تدبل بقى خلاص وتعمل صوص، يبقى انا كده جاهز احط الفلفل واقلب تقلبتين واشيل الكلام ده، او اقدمه، او احط عليه المكرونة والفه لفتين واقدمه. انا بفضل دايما المكرونة تتحط على الصوص في الطاسة، تلف لفتين وبعدين تتقدم، غير ان انا اقدم المكرونة لوحدها والصوص لوحده. يلا نحط شوية ملح وفلفل. يلا السجق طبعا لو اتبقى أسهل حاجة نعملها في الدنيا إنه سندوتشات. طيب اوكي. ممكن برضو السجق يتعمل معاه، يخش الفرن مع بطاطس بيوري. ممكن السجق يعني لو هو حراق ممكن اعمله مثلا بالخضرة والبيض، ويبقى عارفين في حاجة اسمها شكشوكة. شكشوكة دي مينلي بيض وبقدونس وخضرة وبصل. ممكن بقى اضيف عليها ساعات بسطرمه، سجق، لحمه مع الصاجه، كل ده شغال. لما المشكشوكه اساسا بيض وخضره، فممكن برضو السجق يخش مع البيض. وبعدين احنا هنعمله بطريقه لطيفه النهارده برضو اللي هتبقى معانا، هنعمله بطريقه لطيفه وهنعمل له نشوف بعد الفاصل. مش لازم انا هقول لكم كل حاجه دلوقتي، نحرق الدنيا. نشوف بعد الفاصل. طيب انا كده جاهز احط شويتين دول. اوكي، مش هحط الاخضر الا اخر حاجه. الاخضر لما بيستوي زياده لونه بيبقى وحش قوي، ما بحبوش كده. فاخر حاجه هحطها الاخضر، ولما يقرش معايا لطيف ما يجراش حاجه، مش هيضايقني. والطعم كله في الاخضر، الريحه في الاخضر والطعم في الاخضر اكتر من الفلافل التانيه. اوكي، يعني انا قدامي قد ايه مثلا؟ 5 دقايق مثلا. الحاجات اللي زي البسطرمة، زي السجق، زي السجق الارماني، زي الحاجات دي كلها يعني اللي هي اساسا لحوم مصنعة وفيها توابلها وفيها الكلام ده كله،
ممكن تحطوا لها حاجات كتير قوي وانتوا بتعملوها، لان هي اوريدي ممكن تحطوا لها مثلا تعملوها بالبطاطس مثلا، ممكن تعمل البطاطس والصلصه. بس في هذه الحاله بقى مش هحط بقى الخضروات دي، وهحط كميه بصل اقل بكتير، والبطاطس هتبقى متقطعه كيوبز صغيره تعمل معاها. ممكن بتنجان وبرده هقطعه كيوبز رفيعه يعني مربعات كده صغيره، وهقليه معاها اوكي، فهيبقى طعمه لطيف قوي، لان دي كلها من انواع المقبلات يعني ما هياش اوكي. بس كده يعني هبتدي بقى هنا احط ده خلاص اوكي. اخر حاجه اهو بيديني لون اكتر لطيف، واقوم ايه بقلبه تقلبتين ورافعه اهو تقلبتين كده، وارفعه من على النار، واكون محضر اللي هعمل فيها المكرونه اقلبه فيها مع المكرونه يعني اوكي. طيب هنعمل كده، صوص كتير اهو وسجقات برضو اوكي، حط صوص بس، انزل بالمكرونة بورشن واحد يعني مثلا يعني بورشن واحد كده كفاية، ونقلبهم مع بعض، وايه ويبقى احنا جاهزين نغرفهم. اوكي بس مجرد المكرونه تسخن معاه ويشربوا من بعض اقدر ان انا ايه اقلبه. لما بنكون المكرونه وانا مسويها احب اخد من ميه المكرونه نفسها نص مغرفه كده ولا حاجه، وما اكون عامل صوص ازودها على الصوص. وبقى ملاحظ طبعا ان اساسا ميه المكرونه مملحه، فالاحظ دايما الملح بتاعي عامل ازاي. اوكي نقدمها كده نحط لها مكعب زبدة واحد، أول ما يسيح يبقى أنا كده سمع. أوكي أيوة حلو كده يلا نقدمها. يلا نقدمها ونطلع فاصل ثم نعود لنواصل. اوكي نظبط طبقنا دايما دايما نظبط طبقنا. هنقدمه بهذا الشكل اوكي، مش محتاج حاجة، كله ألوان لطيفة بالهنا والشفا. ونرجع بعد الفاصل نشوف هنعمل ايه في شوية سجقات اللي قاعدوا معنا اوكي. شكرا بعد الفاصل. We'll be right back.
اهلا بيكم في الجزء الثاني من برنامجكم طبخه ونص. نفتكر احنا عملنا ايه في الجزء الاولاني؟ عملنا سجق بالمكرونه، يعني عملنا مكرونه بصوص سجق. السجق عملناه، حطينا معاه توم وبصل وحطينا مع شويه زيت ملح فلفل وبعدين فلفل الوان، وبعدين بعد ما استوى الكلام ده كله مع الطماطم حطيناه على المكرونه. اوكي، اتبقى معانا شويه هنعمل فيهم ايه. هنعمل طاجن فول بالسجق بالبيض. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ده اللي بقى معانا من المره اللي فاتت. هنعمل فيه ايه بقى؟ هنسخنه شويه، هنحط عليه فول، اي فول، فول من عند الراجل، فول معلبات، فول متدمس في البيت. مره نقول لكم فول بيتدمس في البيت ازاي، شيء لطيف جدا. يبقى فول عادي على قد الكميه اللي عندي هنا مثلا. احط لانه اساسا طبق فول مش طبق سجق، فالفول هيبقى اكتر. اوكي كده مثلا. اوكي، وبعدين نسيبه بقى ايه لما يغلي، يسخن يعني، مش لازم يغلي قوي، يسخن يعني كويس، علشان لما ننزل فيه البيض ما هنشوف هنعمل ايه. خلينا نشوف هنعمل ايه واحده واحده مع بعض كده. خلينا نسخن الاول كويس عشان بعد كده الكلام ده يخش طاجن ويخش الفرن. يقعد في الفرن قد ايه؟ يقعد في الفرن مثلا 5 دقايق 7 دقايق، انتوا بقى وحراره الفرن حسب شده الفرن وحسب درجه سوى البيض اللي انتوا عايزينها. انا بالنسبه لي اول ما البياض بيمسك والصفار يبقى مش منفصل عن البياض قوي، يبقى هو دي درجه السوى اللي انا عايزها، مش هستنى الصفار لما يستوي. اوكي، نقلبه كويس، خليه كله ياخد من بعضه. اساسا يعني الفول ياكل من طعم السجق والكلام ده. هنحتاج شويه ملح صغيرين مش كتير، لان السجق كان متملح وكل حاجه، بس زودنا انجريدينتس ثانيه فهنحط شويه ملح صغيرين مش كتير. اوكي، خلينا ناخد شويه ملح صغيرين مش كتير. يعني كده مثلا على قد الفول اللي انا حطيته. اوكي، عايزين نزوده فلفل ممكن، انا مش هزود فلفل، مش حابب ازود فلفل. اوكي، بدأنا اهو نسخن خلاص. في الصنف ده افضل الفول يكون صحيح ما يكونش مهروس. اوكي، عشان كل حاجة عندي كل حاجة باينة، فمش عايز كل حاجة باينة والفول هو اللي سايح ومهروس وملوش شخصية. اوكي، هناخد بقى الكلام ده نحطه يا سيدي نحطه في طاجن. حط الكلام ده في طاجن، طاجن فرن. ما عندكوش طاجن فرن، بايركس صينية، بس هو طاجن فرن أحسن يعني. هنحط الكلام ده في طاجن الفرن بالشكل ده. اوكي، نسويه صح كده مع بعض اهو. اوكي، يبقى كله شكله كده متجانس. وبعدين ناخد البوله الجميله بتاعتنا دي ونحط فيها البيض. يعني البيض افقسه هنا الاول او افتحه هنا الاول وبعدين احطه هنا، اتاكد ان البيضه سليمه. اوكي، يبقى هعمل كده الاول. اوكي، سليمه. بصوا بقى، نعمل كده شويه ونحط البيضه. اوكي، بالطريقه دي كمان 4 كفاية مثلا. اوكي، برضو سليمة هنا كده. اوكي، بعدين 1 2 كمان نشوف كده. اوكي،
مظبوط. واحدة كمان. خلاص احنا كده وير اوكي. ما دام حاطط بيض بقى بحب احط شوية فلفل اسود على البيض. اللي بيفضل فلفل ابيض يحط فلفل ابيض، بس انا بفضل فلفل اسود. نضف كده الكلام ده ونشيل ده. شوية فلفل اسود من بعيد كده. اوكي بس كده احنا جاهزين ندخلها الفرن. هناخدها على الفرن. الفرن بتاعنا كله مستوي اوكي ما عدا البيض، يبقى انا عايز حراره تخلي البيض يستوي وتحافظ على الكلام ده تخليه يغلي. ففوق ال 220 يعني فرن حامي 240 اوكي. وممكن نطلعها نكون فوق اكتر، يعني كل ما كانت فوق اكتر كل ما كان تعرض البيض للحراره اكتر ويستوي بسرعه اكتر. هو كده اوكي كويس تمام. هنستنى عليه لايك احنا بقى ودرجة حرارة الفرن بتاعته وقوة الفرن او قوة شويته ودرجة السوى زي ما قلنا بتاعت البيض اللي انا عايزه. كده استوى معانا قعد 6 دقايق تقريبا وهيبقى بالشكل ده هيتقدم بالشكل ده اوكي. بس حاجه كده ايه خضرة معاه لطيفه فوق البياض اوكي. ونقول لكم بالهنا والشفا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم طبخ ونص، ونعمل حاجات حلوه مع بعض وتجربوها وتعجبكم.